هالمواعدكم مع واتس كوكينج. اليوم معنا شيف جاد، اليوم حضر لنا ساندويتش مع الحلوم والجيش. صباح النور، كيفك اليوم؟ رواق انت؟ الحمد لله. اليوم اوبن فيس ساندويتش حلوم مع دجاج. هلا هيدا المين مع باندومي، صح؟ بس رح نشوف شو رح نعمل سبريد على الخبزه وعلى وجهها. هلا انا هون الخبز اهم شيء، طلعتي صح، ما في شك، دائما بنقول سبريد هو كثير اساسي للطعمه ولا ما تطلع ناشفه. هون الباندومي دهنته شويه زبده وزيت وفوتته على الفرن، ما بدي اياه يتحمص، بدي اياه ينشف شوي، يعني ما بدي اياه يصير مثل التوست. هون عندي باذنجان مقلي منشف كذا مره على النابكن. هلا عم نفرمه، رح نعمل فيه سبريد، رح نشوف كيف. رح نعملها الباذنجان مع الدجاج كثير طيب. رح نعملها هاند ميد، مش على المكنه، هيك تطلع خشنه، مستطعم اكثر. اوكي، بنفس الوقت اوكي نزيد لها دراي توميتو، نزيد لها صنوبر. هلا هول عم بحطهم هيك على جنب، صنوبر مقلي، نمعصهم شوي هيك قبل ما نحطهم، بنرجع حلوين يضلوا خشنين. بدي اعزبك كم ورقه حبق هيك تحطيهم عليا كمان. انا عم بفرم هيك كم ورقه، خزقيهم اذا بدك ونت فيهم، وانا برجع بكفي فرن بجننوا. لكن نحط نعنع كمان، فينا نحط نعنع، فينا نحط زعتر. بدك تحط بعض؟ لا بكفوا. هلا رح احط ملح بهار بارميزان وشيلها، ارجع اخلطها مع شوية كريم تشيز، بس مش على الشوبينج بورد اكيد يلزقوا. اوكي، لكن رشة ملح بسيطة، ما منكتر لأنه في البارميزان، في بارميزان والباذنجان حد مليح. صح. اوكي، ثواني رح شيل الخبز، شوية زيت زيتون، أنا الخبز رح شيله ديركت. اوكي، كرمال ما يطلع كتير ناشف. ايه ما ننسيهم، شي بناكل توست. لكن رح نترك الخبز هون على رواق. شو حلو هاللون. اساس الفرن تكون حرارته عاليه تما حتى ياخذوا وقت كثير وينشفوا. لكن هاي الخلطه رح ناخذها، بدنا نشوف التوستات هلا. لكن ما بقى لنا شيء بدنا نفرمه، مقلي، ملح بهار، ملح بهار، بارميزان، بارميزان، حبق دراي توميتو، سنوبر. هلا رح ناخذ كل هالانجريدينتس، نشيل شوبينج بورد، رح نحط ملعقه كريم تشيز، شويه زيت زيتون ونخلطهم. هيدول سبريد فينا نستعملهم بساندويتش على باجيت، فيكون لكذا ساندويتش اكيد. ايه انه بخلطهم؟ ايه يلا انا احط سوري، ما بدي كتر كريم تشيز، فينا ابدا ما نحط كريم، فينا ما نحط، بس بتعطيها هيك شوية يعني تكستور، الليزون تبعها بتصير هوموجين اكثر. شوية زيت وهيدي هي. هلا ما بدنا غير بدنا ندوق. هلا انا هون عندي دجاج، لكن الخبز خلص، سبريد خلص، هلا بس تخلطيها بنرجع بندوقها. انا هون عندي دجاج دقه مثل البيكاتا، صدر دجاج. رح نعمل شغلتين بهالوقت، رح ناخذ الدجاج ونطبخه بالمقليه، وعندي هون حلوم مقصقصه سلايسز انا. اوكي، كمان رح اشويه كل واحد مقليه. بكون صار عندنا الدجاج جاهز، سبريد هلا بندوقها، الخبز خالص، بس بدنا نعمل مونتاج للساندويتش، رح نرجع نعمل افوكا على وجهها. خلينا ندوقها انا وياكي. جنن. شو؟ كثير طيب، بس يمكن بدها شوية خلط، بس ما بدها شيء طعمات. لكن حلوم رح نوزعه هيك. سبريد غير شكل. اوكي، ما بنحط ولا زبدة ولا نقطة زيت، أنا حطيته، فينا ما نحط نقطة زيت زيتون هيك بتعطيها نكهة الزيت فيها.
اذا بمقلي بكفوا ما بتلزق. فينا ما نحط شيء كمان، فينا ما نحط شيء. فينا اذا عندنا جريل على الجريل، واذا عندنا منع الفحم داير بنحطهم على الفحم بيطلعوا اطيب واطيب. هلا بهالوقت بدنا نقلي ال رح نقلي الدجاج، ما رح نحط لهم شيء غير ملح وبهار، يعني ما بدنا نزيد نكهات عليهم. رقاق مثل الاسكالوب صح، لحتى نحط على كل خبزه شقفه دجاج وحده. لكن قطع 12 ايه يلا، لانه هلا رح نسقط الديركت. اوكي انا مشكلة اذا انخزقت وحده، لانه هلا بنركبهم تركيب على الساندويتش. صح، يلا بنحط أربعة بنرجع نشوف. بدنا نرجع نفوت الساندويتشز على الفرن؟ نو نو أبدا. أوكي بس أول شيء مندخلهم لما نحط الزبدة والزيت. لكن الحلوم بلش ينطبخ مع بعضه، هلا نعطيهم شوية وقت لحتى نشف ميتهم. صح، ونرجع نقلبهم تاني ميل. هون الدجاج كمان ما بده كتير وقت لأنه مدقوق رفيع كتير. خلينا نبلش نحط الباندومي على التشوبينج بورد. يلا سقعوا. شو منعوز هون؟ يلا ملعقة أو سكينة، كنت أنا شلته لها منبلش ندهنهم. بدك حط؟ إيه يلا، لانه انا بس بدي اهتم بهالدجاجات هون. اذا بتلاحظي عم بقلبهم بس بمجرد ما ياخذوا لون بيكونوا استووا، لان هالقد رقاق. هيك منيح جان؟ ايه بتجنن. يمكن تحمل شيء بسيط بعد، بس الكميه منيحه، شيء بسيط نزيد يعني. اوكي اوكي، لكن الدجاج حلوم رح بلش شيلهم. فينا جاي الثواني بيخلص لأنه كتير رقيق. أوكي أنا هون كمان شهلتي. هيك شو رح نعمل؟ بعد بدي أخذ بكفوك. ايه سبريد ولا ايه 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 وبيزيدوا كمان. يلا الدجاج انا رح شيل اول طبخه. لكن الدجاجات تقريبا خلصنا جزء منهم. انا ثواني جاي لعندي نبعد هولي عنهم. هيك اهلا وسهلا، خلصت. يا لكن حلوم وزعنا على الكل. دجاج رح نشيل.
لكن ولا نرجع نحط الدجاج. رح نحط الدجاج بعدين رح نرجع نعمل افوكا مع شوية حامض وزيت، رح نعملها كونيل من بعد ما نقصها فوق. رح نحط على كل وحدة كونيل افوكا. كونيل افوكا بهالوقت خليهم هيك، ما بدهم غير تركيب. هلا للي ما فهموا شو الكونيل، هلا ما فهمتكم هو الكونيل هو الشكل تبع الفورم تبع المعلقة بنعمل صح. يلا ثواني رح بلش فيهم انا. الدجاج هون استوى في شوي، بمجرد ما ياخذ لون من برا بيستوي لان سوبر رقيق. ما حسن فهم. يلا خلينا نقص الافوكا. انا قص الافوكا. يلا قص الافوكا ونفضيه. هلا انا قاصص وحده، كنت عم بريح راسي منهم لانه بتعرفي اوقات ما بيطلعوا منيح. يعني بقول لك ما بنشوف شو بصير. سيرفريز هي منيحه. فضيها؟ ايه اعملي معروف. بلشي فضي من البارتي التحتانيه لان اوقات الراس بيكون شوي قاسي. لكن الدجاج هون رح اقلبه وشيله. طفيت عليهم كثير منيح. اوكي ايه حطي حطي ما بقصر. هيدي شيل البزر كتير. يلا يلا الدجاج رح ينشيل كمان. ما بقصر هيدي، خلينا هيك ننظفها شوي. مبدئيا لازم يكفونا هولي. اوكي خلص بلشي بهول. شوي بطنها قاسي رح تعذبنا شوي، بلاها هذيك الحبه بتكفينا. هلا بنحط ملعقه صغيره على كل وحده. الدجاج خلص بالشوكه؟ ايه بس تمعيس، بدنا نحط لهم شويه حامض شويه زيت كمان. لكن شوي قاسيين شوي. لازم نقصهم. عم بيعذبوكي؟ شوفي كيف رح نقص الوحده هي، ما رح فينا نعملها كنال. هلا بنشوف شو بصير فيها. هلا بنظبطها. لكن صار عندنا الخبزه، صار عندنا سبريد، بس الايدي انا بشتغل شوي بالافوكا. هلا بنضل نظبطهم. عصير حامض احسن. حط شوية زيت. شوية زيت شوية حامض. اوكي رشية ملح. ملح بركي بيساعد. وين 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 احو. رح ناخد فوة. الشيف غير شي بيفكر دغري. حليت القصه. انا رحت متكم بدي قصهم. وقفت الرسالة. وقفت الرسالة. اوكي هلا بس بدنا ندوقهم. رح نقص الدجاج والخبز. يلا مبدئيا اذا بدهم شي نكزه ملح بالمبدا. ما بعتقد ما بدهم شي. اللي رح اعمله نبلش نقص الخبز. اوكي ونعرضهم على البلاتو. يا بهيدا ال يلا هلا بنشوف اي افتكر هذا البيدي احسن. ايه لكن هيدا البلانش. هلا على كل وحده بدنا نحط افوكا. رح يجي افوكا. هو السبريد بياخذ العقل. سبريد ايه ما في شك، لانه بالنهايه عم ناكل دجاج، يعني ما عندنا
سي فود نكهته قويه بقلبه. صح. يعني الدجاج دائما لازم نشتغل على سبريد قوي، على كومبينيشن، على خلطه قويه تكون الطعمه اطيب. صح. اوكي هلا رح ناخد كل حبه بحبتها، نعمل لها كونال هيك ناعم صغير بغير نفس الوقت اللون. يلا هولي خليهم لحتى يطلع شكلها للبلانش. شو عنا بعد؟ الافوكا. يلا معلقة صغيرة. رح نجرب نطلعهم بهول حتى لو كبيرة بس بيطلعوا. هيدي التكنيك. جابي بتفرجينا كيف نعمل الكنال بليز. يلا رح ناخذها نحطها بهالشكل. هيدي كنال. هلا رح نزين كل وحدة بوحدتها تحت الهواء. ولا هيك بنشتغل. عم يفرجينا جابي يعني بدنا ناخذها، بدها شوي واحد يتعود عليها، هي منها صعبه بس صح. كأول مره رح تكون صعبه. ناخذها ونسقطها لحالها هيك بتنزل، بيكون عند بكون عندها شيب من فوق هيك مثل زاويه. رح نكفي رح نتابع تحت الهواء وبنرجع بنشوفكم بتيستينج. موعدنا مع تيستينج. انا قلت موعدنا لانه نحن بدنا نعمل التيستينج. يلا لكن نحن زينا ايه، عم نحط شويه هيك دراي توميتو من اللي استعملناهم بال بالخلطه هيك بس لحتى نكسر هالبياض اللي فيه. انا بعرف انه رولا بتحب الدجاج ما هيك؟ بحب طبخ جاد. ايه كمان اكيد الدجاج، بس جاد لما بيطبخ بتكون هيك مناسبة. روسات إذا بدك غريبة عجيبة دوقي. شكلها مش هيك؟ شكلها غير بس بتجنن، ريحتها بتجنن. الضيوف حتى عم بيسألوا برا شو هالريحة. عملنا اوبن فيس تشيكن مع حلوم، عملنا سبريد بالباذنجان والدراي توميتو والصنوبر والحبق. صورتوها روعة. لا يلا هلا بنصور آخر شيء بس يبقى. بس لنلحق. بس يبقى ما رح يبقى. بس يلا شو هالنكتة؟ حطينا على وجه افوكا. يعني اذا بتلاحظي الافوكا والحبق والبندوره قد ايه غيروا بالشكل، كان شكلها فلات. والسبريد كثير طيب. زيتون السبريد؟ باذنجان. باذنجان الباز. باذنجان مع توميتو. ضروري تكون كثير سخنه جاد. ايه نو هي ما فيها شيء سخن غير الخبزه اول شيء نشفناها، بس كل الباقي حتى الدجاج يعني. بس الخبزه طريه. هذا اللي كنا عم نقوله يعني، نشفناها بس ما حمصناها، ما صارت كرانشي يعني كلها وبتفرط. هالتكستشرز ما هيك؟ كثير طيب. ميرسي جاد. شاده اكل. طبقات مختلفه صح، كل طبقه لها طعمه خاصه، ولما بتجمعهم في هيك مزيج لذيذ بالكتير طيب. صح صح، يعني كلها بين الافوكا وبين الحلوم وبين الدجاج وال سان درايد توميتوز على الوجه كمان بيعطوا هالحديه شوي، والافوكا بعكس كل الطبقات يعني ولا طبقه فيها حديه. صح اللي على الوجه. صح. بتعمل الفرق والحبق اكيد. روسيت اليوم ايه اكيد. ثانك يو جاد. وعندك الحامض الاسيديتي بقلب الافوكا كمان مغيره شوي وكثير صيفيه يعني. إيه بالعكس انت عاده بحط الافوكا كسبريد كسبريد انت حطيتها على فوق. ثانك يو جاد. بنشوفك بكره ان الله اكيد بكره مع وصفه جديده. صح. انا برجع بشوفكم نهار الاربعاء، ما تنسوا البسمه. باي باي. البسمه اللي بتبلد فيها
حلقة اليوم. ونحن بنشوفكم أو بتشوفونا مشاهدينا بعد هالوقفة القصيرة مكملين مع الفقرة الطبية سانتي. اليوم رح نستقبل الطبيبين موجودين بلبنان، هن عايشين بأمريكا موجودين بلبنان حتى يشاركوا بمؤتمر حول الأمراض الطبية، ورح نتحدث معهم عن الأمراض الطبية خاصة مرض الربو عند النساء. وهون السؤال بيطرح نفسه، هل في فرق بين النساء والرجال بالنسبة لمرض الربو؟ جوابهم كان نعم. تفاصيل أكثر بعد هالوقفة القصيرة، خليكم برفقتنا مشاهدينا.